نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. تتواجد جمعيات الدعوة والإرشاد والتوعية الجاليات هنا في المملكة العربية السعودية وكذلك في مكة المكرمة. هذه الجمعيات التي تتحلى بالدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال. ومن هذه الجمعيات المتميزة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع. من أرض مكة مشرقا كالكون زينه. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الشرائع بمكة المكرمة جمعية خيرية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تخصصت الجمعية في دعوة الصينيين العاملين بقطار المشاعر. أسلم ما يزيد عن 6500 مسلم جديد. تقيم الجمعية 20 درسا شهريا للجاليات في الجمعية وخارجها. تقيم الجمعية 13 درساً شهرياً في مساجد مكة المكرمة. تقيم الجمعية 10 دروس نسائية في القسم النسائي. تستقبل الجمعية 150 طالب علم أسبوعياً. تزور الجمعية أكثر من 44 قرية في الشهر الواحد. تقيم الجمعية 6 ملتقيات نسائية سنوياً. من برامجنا ومشاريعنا رياض الجنة، هداية لدعوة الصينيين، رعاية المسلم الجديد، دعوة القرى ليتفقهوا، نادي بناء الشباب التربوي، غراس المستقبل للأطفال، تفسير القرآن للجاليات، فرسان الفجر للأشبال، المسابقة الشهرية، الشاشات الدعوية في المساجد، المشاغل النسائية، جنة بنات. من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا وسهلا بك أيها المشاهد الكريم أينما كنت في برنامجك المتجدد برنامج المكرمة، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على العمل الخيري هنا في مكة المكرمة. ويسعدني في هذه الحلقة أن يكون معنا جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع، ويسعدنا جميعا أن نرحب بضيفينا الكريمين، فأهلا وسهلا بهما، حياكم الله. حياكم الله شيخ ستر، حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ما شاء الله، حياكم الله. الله يبارك فيكم جميعا. ورحب مجددا بفضيلة الشيخ الدكتور ستر الجعيد، رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع. حياكم الله دكتور ستر. الله يبارك فيك ويسلمك. يا مرحبا. طيب أن أهلا وسهلا رأينا هالوجه الطيب. الله يحفظك ويبارك فيك في هالمكان المبارك. حياكم الله، حياكم الله. وكذلك أرحب بأخي الشيخ زيد العصيمي، المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع. حياك الله شيخ زيد. سلمك الله يا دكتور عبد الله، الله يحفظكم ويبارك فيكم ويجعلكم مباركين. الله يحفظكم في هذا العمل الطيب في هذه البلاد الطيبة. اللهم آمين. جمعيات الدعوة مع كثرتها وبركتها هنا في هذه البلاد الطاهرة المباركة، إلا أن جمعيات الدعوة في مكة المكرمة تختلف عن بقيتها في مدن هذه البلاد الحبيبة. حدثنا شيخنا المبارك دكتور ستر عن جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع. متى أنشئت هذه الجمعية؟ متى تأسست؟ ما هي أهدافها ورؤيتها ورسالتها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فنحن في مكة في مهبط الوحي، أم القرى التي
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حرمها الله يوم خلق الله السماوات والأرض وبعث فيها خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد كان العرب في ظلمات وجهل وشرك، فأكرمهم الله عز وجل بهذا النبي الكريم وببعثته، فحولهم من الجهل إلى العلم. نعم. ومن الشرك إلى التوحيد. نعم. ولا غرابة أن ينشأ في هذا البلد مثل هذه المؤسسات الدعوية، فنحن في بلد الخير الحمد لله. المملكة العربية السعودية بلد أسس على الدين والإسلام، وهو يعني مأرز الدين، هذه البلاد هي مأرز الإسلام، فلا غرابة أن تكون فيها مؤسسات تخدم الدين وتبين للناس الخير والدعوة، تبصرهم بأصول دينهم وتوجههم وفق المنهجية الوسطية. نعم. الحمد لله، تبين لهم الإسلام الصحيح. نعم. النقي الذي. نعم. لا تدخله بدع ولا انحرافات ولا ضلالات. نعم. الجمعية نشأت عام 1421. ما شاء الله. طبعا مرينا بعدة مراحل، كنا مندوبية ثم. نعم. صرنا فرعا لمكتب الدعوة ثم مكتبا للدعوة ثم الآن مسمى الجديد جمعية الدعوة توعية الجاليات، يعني تزامنا مع الأنظمة والتغييرات. ولله الحمد. من أهداف الجمعية طبعا قبل ذلك رؤية الجمعية نسعى إلى الريادة في العمل الدعوي خاصة في مكة. جميل. نحن جمعية خيرية نعنى بالبرامج النوعية التي يعني تهم الناس، تبصرهم بدينهم وتذكر الغافل وتثبت المطيع، مع التركيز على توسع في البرامج، سيحدثنا عنها إن شاء الله أخونا أبو الأخ زيد. طبعا فضل الدعوة أو كلمة الدعوة وجمعيات الدعوة، الدعوة هي مهمة الأنبياء عليهم السلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حديثا عجيبا في فضل الدعوة، وهو في خيبر، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لو أعطينا الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فكل واحد من الصحابة تطلع أن يكون إلى ذلك هذا الفضل العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق على مسألة حب الله ورسوله. ثم قال أين علي، وقد كان أصيب رضي الله عنه في عينيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام دعواه وأبصر ثم أعطاه الراية. الآن علي رضي الله عنه في مقام قوة أو في مقام ضعف، في مقام قوة ويقود جيشا، ومع هذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكيف إذا كان الإنسان في مقام أقل من ذلك؟ فكم من إنسان تبصر في عقيدته، تبصر في صلاته، تبصر في وضوئه، تبصر في أشياء كثيرة يحتاجها المسلم. جميل. وعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بكلمة أو كتيب أو نحو ذلك من الوسائل المتعددة التي. جميل. الله يسرها في هذا العصر. جميل. وأصبحت كثيرة الحمد لله ومتنوعة الحمد لله. والأجمل جميل شيخنا المبارك، والأجمل من ذلك استحضار جمعية الدعوة والإرشاد بالشرائع إلى مثل هذه المعاني وهذه الفضائل الجميلة. ننتقل للأستاذ زيد العصيمي المدير التنفيذي لهذه الجمعية المباركة، ليحدثنا أكثر عن البرامج والمشاريع التي تقدمها هذه الجمعية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. حياكم الله يا دكتور والأخوة الفضلاء في هذه القناة المباركة وهذا المشروع المبادرة الطيبة. الجمعية كما تفضل فضيلة الشيخ الكريم تقوم ببرامج عدة ومناشط مباركة طيبة مصرحة من الجهات ذات الاختصاص، ومن هذه البرامج دعوة الجاليات، تعليمهم الإسلام الصحيح على المنهج الذي هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج السلف الصالح الذي هو الدين الصحيح والعقيدة الصافية في هذه البلاد، نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. ثم من هذه البرامج أيضا تعليم المسلم الجديد الذي يسلم
يتعلم مبادئ الدين، مبادئ الإسلام وسماحة هذا الإسلام وما نعم. فيه. لعل الشيخ زيد من تحديات هالبرنامجين اللي ذكرتها قبل قليل، تحتاجون إلى واحد يجيد اللغات غير اللغة العربية. نعم لا شك. كيف تغلبتم على هذا التحدي في جمعيتكم؟ طبعا الجمعية عندها عدة أشخاص يعني مترجمين. جميل. ولعلي أذكر البرنامج المهم والذي تولت الجمعية يعني التنسيق له والقيام بالدعوة فيه، وهو برنامج الصينيين الذين جاءوا إلى بناء سكة القطار، قطار المشاعر. المشاعر نعم صحيح. ولا أشكر لا أنسى يعني الشكر جمعية الدعوة بالنسيم بالرياض، فقد نعم. شاركونا الدكتور فهد التويجري ومن معه من الأخوة نعم. الفضلاء، فقد كانت الجمعية لا تجد داعية صيني أو مترجم صيني نعم. فجزاهم الله خير، شاركوا معنا في دعوة الصينيين وقد أسلموا لله الحمد من هذه الجالية الصينية ما يقارب أو يتعدى 6500 صيني مسلم جديد، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم جهود يعني الخيرين وأصحاب الخير وأيضا جهود هذه البلاد المباركة التي فتحت الأبواب لمثل هذا الخير. بلا شك أيضا استحضار هؤلاء الصينيين لخدمتهم للمسلمين عندما صحيح. نعم يبنون سكة القطار ومحطات قطار المشاعر التي تنقلهم في شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهو الحج وما أدراك بالحج. نعم صحيح نعم. وهذا ما كان نذكره لهم، أنهم أنتم يعني أتيتم لهذه البلاد لخدمة المسلمين في هذا المكان الطاهر العظيم المقدس عند المسلمين جميعا، ليس جميل. المملكة فقط جميل. وإنما عند أنحاء العالم الإسلامي، فأنتم يعني الآن قد أتيتم إلى أمر عظيم. نعم صحيح. وندخل أيضا لهم من باب الإكرام جميل. وسماحة الدين، وأن هذا البلد بلد إكرام، بلد خير، بلد عطاء جميل. بلد يعني يعزز أواصر يعني الروابط الصداقة أو روابط المصالح التي تربط البلدان بعضها ببعض جميل. وأكرمناهم طبعا معليش بالقهوة العربية وهذه جميل. الأمور التي يعني جعلتهم يحبون البلد ويحبون الناس جميل. ويحبون الخير، لذلك جميل. كان هذا من الأسباب لدخولهم في جميل. الإسلام ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. دكتور ستر، هل لكم تعاون مع طلاب جامعة أم القرى على وجه التحديد طلاب المنح والاستفادة منهم في جانب الدعوة الجاليات؟ نعم فيه نعم. فيه تعاون وفيه ما شاء الطلاب نعم. يعني قبل بس أريد أعقب على نعم. موضوع الصينيين، أيضا لم يقتصر الجمعية على فقط قطار المشاعر جميل. بل صرنا يعني نتابع الصينيين في أي مكان في المنطقة، منطقة مكة تبارك. وعندنا داعية صيني متخصص ما شاء الله تبارك. فأصبح الله. هناك اتصالات وتنسيق يلقي الله. كلمات ويلقي دروس، فنفع الله عز وجل جهودك كثيرة. مباركة والحديث والله معكم، نسأل الله التوفيق للجميع. اللهم أمين. جهودك التوفيق. مباركة والحديث معكم ذو شجون وشيق، لكن أستأذنكم وأستأذن المشاهد الكريم في فاصل بسيط. أيها المشاهد الكريم، فاصل بسيط ثم نعود للحديث عن جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع، ابقى معنا. من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال، من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال. أهلا وسهلا بك أيها المشاهد الكريم مرة أخرى في هذه الحلقة المتميزة التي نتحدث فيها عن جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع. أرحب مجددا بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور ستر الجعيت والشيخ زيد العصيمي، فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. بارك الله فيك. حياكم الله. حياكم الله. دكتور ستر، هل حدثتنا أكثر عن ما الذي يميز جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع عن غيرها من الجمعيات الدعوة؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فدعوة التميز تحتاج الحقيقة، لكن يعني من خلال العمل نحس أن عندنا بعض الأشياء التي ممكن نسأل الله التوفيق لها ويمكن تدخل في باب التميز. نعم. وهي مثلا مسألة دعوة الصينيين جميل. و
يعني إقامة برامج. كان الجمعية في تاريخها السابق أقامت مخيم بجوار القطار. ما شاء الله. هذا المخيم كان عبارة عن يعني كلمات توجيهية وأيضا دعوة وأيضا برامج ترفيهية تعجب القوم. يا سلام. مثل كرة السلة وبعض شد الحبل وبعض البرامج التي إيش هذه ممكن يعني نجعلها في. وأيضا قربنا من مكة، مكة كلها تميز وخير. ما شاء الله تبارك. أي نعم، فهي أم القرى وهي يعني مهبط الوحي ومنها بعثت الرسالة، وكل قلوب المؤمنين متعلقة بهذا البلد الحرام. نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي هذه الدولة على صيانة هذا الخير العظيم. اللهم حافظ عليه وزيادة الخدمة. فحقيقة باب عظيم من الأجر. نعم صحيح. أيضا ممكن أن ندعي أن هناك تميز، فنحن الجمعية الوحيدة اللي حصلنا أيضا على صدور التصريح بالنسبة للموائمة الآن. ما شاء الله. لما حصل الانتقال بين وزارة الموارد البشرية. جميل. فاجتهد الإخوة في متابعة الخطوات العملية. ما شاء الله. التي تجعل الجمعية يعني جميل. إيه فيما يتعلق بالحوكمة. أي نعم تحصل على. وبعدين في رمضان تم الاجتماع وتم اختيار المجلس. ما شاء الله. والإخوة يعني فرحوا بذلك. ما شاء قالوا الله. نحن أول جمعية حصلت على، ونسأل الله التوفيق. اللهم آمين. نعم. ولا الجمعيات كلها تصب في باب الخير والدعوة. نعم. بلا شك. الناس. بلا شك. من خلال استضافتنا في برنامج المكرمة لعدد من الجمعيات الخيرية هنا في مكة المكرمة، كثير من أنحاء العالم الإسلامي ممن استنسخ الأفكار الدعوية الموجودة لدى هذه الجمعيات في بلدانهم وفتح الله سبحانه وتعالى عليهم. إيه فهذا أيضا من الخير الذي أنت ذكرتني ببرنامج عند الجمعية جنوب مكة كان نعم. اسمه الوفادة المكية. كان يأتينا ضيوف من يأتون يأخذون عمرة. نعم. فيقومون بجولات ويتعرفون على، ففعلا بعضهم يفرح لمثل وجود هذه البرامج والجمعيات. إن شاء الله. ويعني يعد أنه سيستنسخها في بلادي. وهذه من النعم على هذه البلد وعلى هذه الدولة. الحمد لله. سأل الله أن يديم علينا نعمه ويرزقنا شكرا. نعم. يكفينا شر الأعداء والحساد والمغرضين. نعم. اللهم أمين. شيخ زيد نريد أن نبحر أكثر في برامجكم ومشاريعكم المتميزة في جمعيتكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعود على ما بدأنا به في ذكر المشاريع والبرامج المناشط للجمعية. كما تفضل فضيلة الشيخ أن الجمعية، أول شيء الجمعية يعني موقعها الجغرافي على شرق مكة، هي مدخل للحرم مكي من الخليج وأيضا نعم. الرياض الشرقية وجميع المناطق التي في شرق مكة أو من يأتي أيضا عليها من الوافدين. فعندها عدة برامج متنوعة، ومن أجل هذا نذكر لجان الجمعية. الجمعية تتكون من 8 لجان. نعم. منها لجنة الجاليات ولجنة الدعوة ولجنة اللجنة النسوية ولجنة أيضا أو وحدة التطوع الآن مع أنشئت عام 41 ولله الحمد، ولجان عدة لها برامج مختلفة. من أهم هذه اللجان والتي تقوم بهذه المناشط اللجنة النسائية، ولا يخفى عليكم أهم يعني دور المرأة في المجتمع وما يكون لها الدور في البيت وإنشاء جيل صالح. فاهتمت الجمعية بهذا الجانب، وعندنا أخوات يعني فاضلات، بعضهم من دكتورات في الجامعة، بعضهم من الأخوات في التعليم، لهم مناشط جميلة. ومن هذه المناشط يعني أو هذه البرامج برامج حول المشاغل النسائية. ما شاء الله. ولهم دور فيها كبير وجميل ولله الحمد، وبينهم تعاون. من أيضا مناشط الجمعية تعليم المسلم الجديد، ولله الحمد عندنا أكثر من 7 لغات تعلم العلوم الشرعية أو للمبتدئين كما سلفنا ما شاء الله. بذلك قبل قليل. كذلك من المناشط التي ركزت عليها الجمعية مناشط القرى، قد ذكرها فضيلة الشيخ. نعم. والقرى في حاجة ماسة إلى مثل هذه البرامج. نعم. والتوعية وغير ذلك. اسمح لي هنا أن أنتقل للشيخ ستر مرة أخرى ليحدثنا أكثر
عن البرامج الدعوية التي تقدمونها في القرى. طيب، القرى تقريبا عندنا يمكن أكثر من 40 قرية ما شاء الله في شرق مكة. في شرق مكة، ويقام بها برامج متنوعة، منها مثلا الجولات الدعوية، نعم، ومنها دورات مختصرة في الأصول الثلاثة وفي القواعد الأربع، وفي الكتيبات المختصرة لبعض أهل العلم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وبعض العلماء المعروفين، أيضا الزيارات، التعاون مع بعض الحلقات التحفيظ. يعني في القرى تعرف القرى تحتاج، نعم، فهناك تنسيق وأيضا شراكة مع بعض الجمعيات التحفيظ. جميل. يعني أقيمت برامج توعية وأيضا دورات، وبالإضافة إلى الجمعيات التحفيظ تقيم برامجها الخاصة بها، والحمد لله يعني تخرج حافظات كثيرات ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله. كل يعني هذا تحت مظلة جمعية الدعوة، إيه، إما مباشرة وإما بالشراكة مع جمعية التحفيظ. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله. نعود للشيخ زيد، شراكاتكم مع الجهات الأخرى، بلا شك أن الشراكات مصدر قوة لأي جمعية أو مؤسسة خيرية، حدثنا عن شراكاتكم مع الجهات الأخرى. لا شك ذلك، الحمد لله الجمعية عندها عدة شراكات مع الجهات الغير ربحية، هي الجمعيات الأخرى الأهلية والمؤسسات الأخرى، أو مع الجهات الحكومية كذلك، نعم. وهذا يعني لابد الآن لتكامل العمل ولتكامل التخصصات لابد من هذه الشراكات، نعم. فالجمعية لها شراكات مع جمعيات أخرى متعددة، ومن ضمن هذا الشراكات مع الجمعيات الدعوية في مكة، وهي 10 جمعيات ولله الحمد في مكة، ومكة تحتاج أكثر، نعم، من ذلك. كما تفضلت أنها هي من يفدي إليها جميع العالم في هذه البقعة المباركة، وتحتاج أكبر وجهود يعني أعظم وأفضل، نعم. ومن الشراكات أيضا مع الدول الحكومية الموجودة في الشرائع كالشرطة، نعم، وكالهيئة وكذلك يعني الأقسام الصحة وغيرها، مراكز الصحة وغيرها، وكذلك التعليم لنا معهم شراكات، ونحمد الله نقيم يعني برامج في بعض الأمكنة. نعم. هل انبثق من هذه الشراكات متطوعين، وما هو دور التطوع في جمعيتكم؟ أي نعم صحيح، لا شك أن هذه الشراكات يعني تضم متطوعين سواء من الجهة التي الجمعية شاركت معهم، أو من الجمعية كذلك ممن تفتح لهم فرص تطوعية ليقوموا بعمل. جميل. وكذلك من أيضا الشركات، طيب، مع الشركات، شركات كسارات الاسمنتو، هذه عندنا ما يربو على 20 شركة في شرق مكة، لنا معهم شركات لإقامة البرامج الدعوية عندهم في الشركات، نعم، مع التعاون مع الشباب في التعليم، طلاب الثانوية أو كذلك من طلاب الجامعة أو من الجهات الأخرى، كلهم في تخصصه، وهذا لله الحمد موجود. وعندنا فتحنا يعني أو فتحت الجمعية وحدة تطوع كما ذكرت من عام 41 ولله الحمد. ما شاء الله. لو بنتكلم عن لغة الأرقام يا شيخ زيد، جزاك الله خير. نعم صحيح، من لغة الأرقام الجمعية استفاد منها ما يزيد عن 295,000 ما شاء الله و800 مستفيد منذ أن أنشئت الجمعية، نعم، سواء من الجاليات أو كذلك من الأهالي والمواطنين. جميل. ومن أيضا الأرقام أن الجمعية تخدم أكثر من 40,000 ساكني مك، عفوا، الشرائع والقرى التابعة لها ما شاء الله، والجاليات التي في المحيط الجغرافي للجمعية. من لغة الأرقام من الجمعية أيضا تخدم، ولا يخفى عليكم أن غالب الدروس والمحاضرات والعمل، نعم، لوزارة الشؤون الإسلامية غالبا يعني تقوم الجمعيات الدعوة يعني مع الوزارة، نعم، بهذا العمل الجليل العظيم هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد التصريح من الوزارة، فتخدم الجمعية أكثر من 40 جامع ومسجد، نعم، 140 جامع ومسجد شرق مكة ما شاء الله. وهذا يعني كل أو غالب هذه المساجد تقام فيها دروس ومحاضرات وكلمات وغير ذلك من وسائل العلم،
منا أيضا لغة الأرقام أن الجمعية تطوع فيها أكثر من 140 متطوع ما شاء الله، خاصة في هذه السنة ما شاء الله، وإن شاء الله نطمح إلى المزيد بإذن الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد للجميع. اللهم أمين يا رب العالمين. دكتور ستر، مسك الختام لديكم فضيلة الشيخ. الله يجزاك الله خير. أيضا نحب نذكر دعوة الجاليات، نعم. يعني عندهم برامج أيضا متنوعة، وحقيقة أننا نحب نوجه الشكر لله عز وجل أولا، ثم لحكومة خادم الحرمين على دعمهم للخير والعمل الخيري، ثم أيضا توجيه شكر لوزارة الشؤون الإسلامية، حقيقة عندهم برنامج تيسير له من اسمه نصيب ما شاء الله، يعني مباشرة ترفع الكلمة وعلى طول يأتيك موافقة سريعة. كنا في الزمن الأول نعاني من بعض التأخيرات، الآن ما شاء الله يعني الحمد لله. وأيضا وزارة الموارد البشرية يعني جزاهم الله خير، عندهم حرص أيضا ومتابعة الأنظمة ودقة، فنحب أيضا نشكرهم، ونشكر أيضا كل من له يد بيضاء في دعم هذه الجمعية بقليل أو كثير. نعم. ومثل ما قال عمر رضي الله عنه لما جاءه رجل يصف له الناس اللي شاركوا في الجهاد وكذا، قالوا آخرون لا تعرفهم يا أمير المؤمنين، قالوا ما يضر أمير المؤمنين لا يعرفهم ولكن الله يعرفهم. نعم. سبحان الله. فهناك من الإخوة وممن بذل، سأل الله أن يتقبل من الجميع. حقيقة نشكر الإخوة الفريق العمل وأيضا مجلس الإدارة، نعم. والإخوة السابقين اللي كانوا معنا في المجلس، الشيخ خضران الزهراني والدكتور بعض الأساتذة، مهندس طلال القرشي وغيرهم من الإخوة يعني، لكن ندعو الله سبحانه يوفقهم. وثم الشكر لكم أنتم كقناة الله يجزيك مكة المتميزة، وإن شاء الله يجعل لكم من اسمكم نصيب بإذن الله تعالى، وتكونوا مفتاح خير على الأمة جميعا في مثل هذه البرامج المفيدة النافعة بإذن الله. ونحن الله خيرا. ونحن شيخ ستر وشيخ زيد باسم المشاهد الكريم نتقدم بعد شكر الله سبحانه وتعالى بشكركما وشكر فريق العمل معكم في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب كل ما قدمته في ميزان حسناتكم ومزيد بإذن الله من العطاءات لهذا المجتمع المكي المبارك وهذه البلاد المباركة. إلى هنا أيها المشاهد الكريم نصل إلى ختام حلقتنا هذه التي تحدثنا فيها عن جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع. أستودعكم الله على أمل لقاء بكم في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. كرم اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال، وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال، من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال، كالكون زينه الهلال.